السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، أخباركم؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة دايما، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة في ظل الحملة التوعية اللي احنا ماشيين بيها واللي احنا مستمرين بيها ودايما عايزينها إنها دايما تنتشر، أنا عارف إن الحاجات دي ما بتنتشرش لأنها دايما فيها توعية، والحاجات دي ما بتنتشرش، احنا كل بينتشر الحاجات التافهة اللي احنا عارفينها، بس طبعا احنا هنفضل مستمرين إن احنا نقدم حاجة فيها توعية للناس، ودايما هنتكلم إن احنا نفيد الناس. النهارده جاي اتكلم معاكم عن الغاز والكهرباء والميه. طبعا الموضوع غريب شويه، غاز وكهرباء وميه. جاي اتكلم معاكم عن الغاز والكهرباء والميه، ايه الفايده اللي هتقعد علينا؟ مفيش فايده، صح؟ لا، انا هقول لكم الفوائد اللي انا جاي اتكلم معاكم فيها، لان دي حاجه مهمه جدا جدا. دايما بنسمع عن اسر كتير جدا جدا، ودي حاجه كانت صعبه جدا، ودي دخلت في دماغي وقعدت ان انا افكر فيها، يا ترى ممكن حد لو شم ريحه غاز وهو نايم يموت؟ مع مرور الوقت من كتر المصايب اللي احنا بنشوفها، ناس كتير قوي واسر كتير قوي بتموت لما بتشم ريحه الغاز. طب الغاز ده ازاي؟ لانه من التسربات اللي ممكن تحصل من الغاز، في تسريبات ممكن تحصل من الغاز، لان وارد المواسير يحصل فيها تسريبات. لكن ان احنا التحامل التوعيه اللي احنا ماشيين عليها واللي احنا جايين نتكلم عليها، ان احنا بدل ما عارفين ان في غاز في البيت، على قد ما نقدر نحاول دايما نفتح له اماكن للتهويه. يعني لو مثلا غاز بتاع الحمام، يفتح شباك الحمام دايما عشان يعمل تهويه، المطبخ نفس الطريقه، لان طبعا زي ما انتم عارفين الغاز هو الحمام مثلا، السخانات والحاجات دي، وبالنسبه للمطبخ فدايما خلي الشبابيك بتاعته تبقى الشبابيك بتاعت البيت مهويه. لو عندك شباك سلك مثلا، عندك اي حاجه، حاول ايه تعمل فتح التهويه. بالنسبه للناس اللي بتاخد دش برضو والحاجات دي كلها، دي حاجات مهمه جدا، لازم دايما وانت بتشطف خلي بالك من حاجه زي كده، خلي افتح سنه بسيطه، مش ما تحاولش انك تقفله، لان زي ما انتم عارفين لو القصه المعروفه عن ام زياد انها توفت او اختنقت، حصل لها حاله اختناق اثناء ما كان بتاخد دش، فدي كارثه. طب ليه احنا خلاص ربنا ورانا ايه، فاحنا نخلي بالنا ما نمشي، ما نبقى حذرين منها، ما نبقاش باصين على الحاجه كانها نعدي عليها مرور الكرام، لا، دي حاجه ربنا لفت انتباهنا فيها ان احنا نخلي بالنا منها. فكل واحد عنده الغاز ده موجود في بيته، دايما يعمل له فتح التهويه، يعدي منها الحاجه دي عشان اي تسريبات ممكن تحصل يبقى في فتح التهويه، الناس ما تموتش وهي نايمه. اسر كتيره زي ما قلت لكم ماتت وهي بسبب الغاز. طيب بالنسبه لحته السخانات برضو تخلي بالكم منها، اللي زي ما قلت لكم اللي بياخد دش يخلي باله قوي ويبقى فاتح سنه بسيطه، لان السخان ممكن يحصل لا قدر الله منه اي حرايق، لان في سخانات كتير، السخانات الكهربائيه كمان بسبب الفيش بتفضل موجوده في السخان وقت طويل، ممكن لا قدر الله لو انت مش موجود جوه بيتك تحصل حريقه، السلك يسخن يعمل ماس، كل الحاجات دي تخلوا بالكم منها. يعني دي حاجات برضو حبيت ان تخلي بالكم من حته الفيش، الفيش ناس اللي بتحط الفيش، فيش السخان الكهربائي، بتحط فيش الموبايلات بتسيبها وتنام، ده حاجه خطر جدا جدا جدا، ما تسيبش الفيشه في الموبايل وتنام، الموبايل يسخن، الفيشه تسخن، الكهرباء تيجي عاليه تيجي زياده، ما تضمنش الكهرباء ساعات كتيره بتقطع وتلاقيها اول ما بتيجي تيجي جديده. اللي عايز اقول لك الفولت بيبقى عالي جدا جدا، ممكن لا قدر الله لو في موبايل في الشاحن في الكهرباء، لا قدر ممكن يحصل فيه اي حاجه ينفجر الموبايل ده، عامل زي القنبله الصغيره اللي في ايدك، بيبقى واخد كميه شحن كهرباء شديده، البطاريه دي لا قدر الله حصل اي حاجه تتدمر وتخرب، ما تاخدهاش على انها حاجه عاديه، لا، حاجه مش عاديه. فتخلي بالكم فيش الكهرباء دي ما تسيبوهاش وانتوا جايين تناموا بالذات. الغاز تحاولوا تقفلوه لو انتوا جايين في اعياد في اي حاجه وخارجين، تقفلوا الغاز. زي ما قلت لكم السخانات طبعا تتقفل. هاجي اتكلم معاكم عن محابس الميه برضو، الناس اللي بتسيب محبس الميه وهي جايه خارجه عادي بالنسبه لها عادي، ده مش عادي. وارد كتير قوي شقق بتبقى مفروشه، شقق بتتفرش في الاعياد او بتتفرش في الايام العاديه، وجيت خرجت رجعت لقيت ان في الوصله مثلا ما بين السخان والحنفيه والحاجات دي كلها ساعات بتتخرم، بتضرب لا في الكهرباء يا اما تضرب في الارضيه، المهم تضرب في اي مكان، ده خطر تخلوا بالكم منها. ما ينفع دايما اقفل وامن على حاجتك قوي، المحابس تتقفل، محابس الغاز تتقفل، الشواحن والكهرباء الحاجات دي كلها امن عليها، ما تسيبش الفيش بتاعت الشاشه او فيش الريسيفر، فيش الشاحن، فيش السخان، كل الحاجات دي امن على نفسك. امنوا دايما على نفسكم، ودي حمله توعيه انا كنت طالع ان انا اتكلم معاكم فيها، لان حاجات مهمه جدا جدا، لان ما فيش حد بيتكلم عنها.
كل اللي بيتكلم بيتكلم على الحاجات التافهه، مفيش حد طلع يوعي الناس بالمصايب اللي بتحصل، مصايب بسبب الغاز والناس اللي بتموت، مصايب بسبب السخانات والناس اللي بتبقى واخد دش وقافل عليه الباب وقافل عليه كل حاجه، وبص مفيش منفس تهويه خالص، والاكسجين بيبتدي يقل في المخ وبيبتدي يقل في الجسم، البني ادم مره واحده روح دايخ وروح مرمي ومحدش بيطلع يتكلم عنها. بالنسبه لحته برضو المحابس زي ما قلت لكم الدنيا اتغيرت، بالنسبه للميه لا قدر الله لا قدر الله لو الوصله مثلا ما بين الماسوره وما بين السخان دي ضربت وضربت في السقف وجت ناحيه الكهرباء وانت مش موجود جوه البيت، ماس كهربائي ولع الشقه كلها لا قدر الله، ودي بتحصل كتير قوي. يقول لك ايه ده الشقه احنا ماشيين وقافلين على كل حاجه ومره واحده قعدت فيها حريقه، وارد بسبب الغاز بسبب الكهرباء بسبب الماء، وارد كل حاجه بتحصل. وزي ما قلت لكم الكهرباء مش مستقره دايما، زي ما بكلمكم الكهرباء مش مستقره، مره بتيجي فولت عالي ممكن لا قدر الله في اي حاجه يدمرها. طبعا دي حاجه كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيها لان حاجه مهمه جدا جدا جدا، وجيت في نهايه الفيديو. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.